السلام عليكم ورحمة الله وتحياتي لكل متابعيني وإخواني حول العالم. المهم اليوم يا إخوان بدنا نعمل صفقة غريبة عجيبة. المهم قبل ما لكلكم شاي الصفقة، كثير أنا ناس بضلوا يسألوني أنت بتاخد مقابل ولا بتاخدش مقابل من الناس؟ طبعا يا إخوان إحنا ما بناخد مقابل بتاتا، وانا اشتغلت قناتي 5 سنوات بدون ما فعل الارباح، واللي دلنا على شخص انه انفعل الارباح اللي هو فتى من السعودية ايامها قبل 3 سنين سنتين نص والله ما نعرف كده شي. المهم فحكى معي وقال لي انه بامكانك، وانا ما عرفتش فخليته يحكي مع ابن ابراهيم وفعل القناة والأرباح. المهم حتى ما كنا نعرف لما سوينا القناة إنه في أرباح وفي إشي، يعني سويناها الناس قالوا لي عملنا وفرجينا. حتى أول ما سويت القناة سويتها عند واحد، يعني خليته يعمل قناة كنت أنزل فيديوهات عنده، بعدين عملت أنا القناة ونزلت أنزل عندي وبلشنا هيك. بعرفش كيف وصلنا إحنا وصلنا. المهم إحنا ما بناخذ أي مقابل بتاتا، وطبعا احنا لما بنطلع وما بدنا مقابل الحمد لله ربنا بيرزق. المهم احنا بنطلع بنروح بنحط بنزين بنيجي كله هاد على حسابنا الشخصي، بنساعد الحيوانات الدواء كلياته مننا. طبعا احنا يا اخوان الحمد لله الوضع معنا نحمد الله منيح وممتاز يعني، لكن في عنا مصاريف كثيرة. عندي حديقة ملانة، عندي حوالي 150 أفعى صار، أصلات هاي تحتاج إلى يعني ألاف كل شهر أكل. عندي 30 كلب، عندي حيوانات تانية، عندي كهرباء غالية جدا، يعني عندي بالحديقة لحالها، الحديقة لحال انسوا كله مصروف كبير كبير. وعندي السيارات يعني مصروفهم لحالهم يمكن بالشهر 2000 دولار بنزين وصلها. المهم بس حبيت أوضح لكم للناس اللي بيسألوا، والحمد لله الحمد لله يعني الوضع منيح، لكن احنا عنا قدرة بمساعدة الناس حسب طاقتنا. يعني اليوم بدنا نعمل مثلا صفقة، في شخص طبعا انا يعني بدي اورجيكم الفيديو ها، مش لاني بدي اسوي حالي اشي لا سمح الله، ربنا بيعلم احنا طول عمرنا بنساعد للناس. شخص من قرية عنا يعني بدناش نحكي تفاصيل، مشلول يعني عنده شلل نصفي، والشاب يعني وضعهم على الله. فقبل سنة ونص طلب مني أشوف له عرباي من المراكز اللي عنا يعني، فأنا قلت بدي أروح أقعد أسأل عرباي ومراكز ونترجى فلان وعلنتان، لا فروحت أنا دبرت له عرباي، جبت له شريط له عرباي، لكن العرباية هاي بعد سنة ونص هو بده اياها على الايد عشان يضل نشط، ما بده كهرباء، مش يعني ثمنها غالي، لكن شفت صديقي اللي ببيع عربيات اعطانا اياها بسعر منيح. المهم العرباية هاي تعرفوا مع الفترة والهاي يعني صارت شوي ضعيفة، فبدنا نجيب له كمان وحدة، طلب مني اشوف له وحدة، فانا يعني حسب قدرتي زي ما قلت لكم احنا عنا هاي، لكن انا عملت صفقة مع الشاب اللي هو عنده العربيات، كانت زمان عنده أفعى كروية وماتت، وعرضت عليه إني أعطيه مع إنه الحياة بتعز علي والحياة والله بعز علي، ما بحب أنا أطلع إشي من عندي من الحياة شايفين. فعرضت عليه أخذ عرباية جديدة اللي هي هاي على العجل شايفين، وأعطيه الأصلة الكروية هاي، طبعا أصلة كبيرة ومنيحة ومرتبة، وناخذ العرباي ونعطيها لمين؟ للشاب اللي بحاجة لعرباي. يعني هاي القدرة اللي احنا بنقدر عليها نعملها. يعني زي ما قلت لكم انا زلمة مصاريفي عالية الشهرية وكثيرة جدا، فقدرتي يعني مش مثل ما بتفكر يمكن بعض ناس، لكن الامور بتتدبر يا اخوان. يعني ممكن انت يكون عندك اشي حاب تساعد حدا تقدر تبدل معه
تعمل صفقة معه وتساعد. يعني هاي أنا بدي أعطيه هاي الأصلة الكروية، طبعا هاي ثمنها يعني غالي كمان مش بسيط، ثمنها أغلى لسه من العرباي، فأنا بدي أعطيها وبدي أخذ منه عرباي وأعطيها للشاب نفسه اللي أنا أعطيته العرباي. ونتمنى أنه الصفقة تتم بنجاح، وإحنا رايحين على الشاب. اتصلنا عليها يبتصل لحظة شوي، هاي برين أبو الناجية. أنا هيني عند أبو ريا سرت. يلا منلتقي عندك فوق محل ما مرة جيت زمان منك. يلا هيني بالطريق وجايب لك حية من الآخر، أليفة أليفة جدا ومكفولة. اسمع مكفولة طول العمر ما تعضش مع كفالة كمان، وانت بدك تعطيني عرباي مكفولة. يلا. طبعا الأفعى بدي أكفل له إياها أنا طول العمر، طول ما هي عايشة إنه ما تعض. إذا عضت أنا بدي أتحمل مسؤوليتها، يرجعها ويأخذ ثمنها إذا عضت، يعني يأخذها يلعبها مع الأولاد، يلعب الأولاد فيها على مسؤوليتي. لكن الأفعى اللي أنا بكفلها بكفلها، اللي ما بكفلها ما بكفلها بتاتا. يعني هاي أنا بكله ثقة إن شاء الله تقعد عنده 20 سنة، إذا عضت رجع لي ياخد حقها بزيادة. دخلت الأفعى جوا، إذا دخلت جوا استنى نوقف السيارة، مصيبة. غلبنا هذا الكرسي بتطلع. لا اطلع 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 اطلع. أيوة تعالي دخيلك أنا حبيبي. دخلت جوا، لو دخلت تحت الكرسي يعني هات اطلعها، بجوز بدها فك كرسي متلزق جوا بتفوت هاي. شخص استنى نشوف وين بالضبط، نسيت انا زمان جيت مره. اجي من عند الجراند بارك. خلاص خلاص اتذكرت وين النازله، الف الجزيره وارجع. طيب اجاك انا معي البي ام. ايوه انا عند السيزر. هيني وراك ماشي انا وراي. وقف على اليمين تمشي وراي. طيب هيني وقفت. يلا معي فورد كونكت. هيني شو الفورد الحمراء هاي؟ لا لا كونكت. وينك انت؟ وين الكونكت؟ هاي خليك وقف. شايف البيضة؟ يلا هيني وراك وراك. جننتني هاي الحي. تعالي وين رايحة؟ الو. الو السلام عليكم. كم السلام. هلا جمال. جمال تفضل. كيف حالك اخ جمال؟ حياك الله. هلا بالاردن. الله يسعدك. انا معجب فيك كثير كثير كثير. انت بتنور كثير كثير كثير. والله بتشرفني على راسي. والله متشرف. الله يسعدك الله يسعدك. انا ابيك وياك عند جبل الاخضر. حياك الله. الله يسعدك الله يسعدك. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. والله ما شاء الله عليك محبوب. الله تفضل. اعملني موافق على الواتساب. هاي عندي واتساب عادي على الرقم هذا. حط اسمع، حط 00972 نفس الرقم بس بتشيل الصفر منه. ماشي. بتسجل الاسم بيطلع واتساب عندك. ماشي يلا سلامات يعطيك العافية مع السلامة. تسلم تسلم. والله وانا نفس الاشي. مع السلامة. نورت. هلا هلا سلامات. هلا هلا.
وين دخلت هي هنا؟ شو كل قلبك؟ لا تطلع حالها من حالها. ما هي تقدر تسكر حديدة. تروكها لحالها تطلع. هي بتسحب حالها. بلاش نقلي لها جسمها. أيوة. شايف طلعت حالها هي. بس بدك تشدها نقطمها. السلام عليكم. كيف حالك؟ شو اخبارك؟ كيف انت؟ تسلم. امورك منيحة؟ والله احمد الله. افعى مواصفات جمال وطول وحلال وكفالة. طيب قول بايظ شيء زي كانت عندك. شو بدك زي كانت عندك؟ طول وجمال وحلال وعرض وصحة ومكفولة طول العمر ما تعضش. دير بالك تفوت لها في ماكينة وما تطلعش بعدين. حطها على ركبتك. نرن نشوف الوزن. وزنه وزن بس وزن. طب احنا بدنا نعطيه شيء يحمل اكثر من وزنه. سلامات. شو اخبارك؟ جمال معك العمواسي. كيف امورك؟ شو نايم؟ والله انا اسف ازعجتك. اسمع كلي قديش وزنك انت؟ إذا ما أزود شفتك أنصح أنا. ما عمرك توزنت بس إذا ما بتوزن 90 كيلو أنت. لأنك عريض شفتك عريض على الأول. كديش تلبس بنطلون؟ كيف؟ كديش تلبس 34 عرفت؟ طيب لأني اليوم أنا بعمل لك العرباية جاهزة. ماشي؟ شو بدك إياها أنت؟ عادية زي اللي معه بس نوع كويس. طيب انت كل شو بدك انت؟ انت ما انت كنت اللي بدك ايش بدك عرباية تضلك تتحرك صح؟ يعني عشان تضلك تتحرك جسمك. طيب شفت لك عرباية منيحة يعني مرتبة. يا اخي خربها وسلامة خيرك كيف لك ايش؟ ايه ريها هاري مكفوك قد ايش سمعنا نكفلها؟ مكفولة قد ايش؟ بدنا نكفل لك اياها 3 سنين؟ 10 مرات. اما هتطلع قد ايش؟ زي مكفولة ضد الكسر والحرق. مكفولة ضد الكسر والحرق؟ الا الكسر والحرق يعني. الا الكسر والحرق، وإذا انكسرت بدي ارمي لك اياها في الواد واجيب لك بدالها يا زلمة تكلكش خلص. الك عرباية مرتبة. حبيبي. طيب انا اسمع بس تبكى معي برن لك بلاش تيجي على رام الله. اذا بدك انا بودي لك اياها على بلدك. والله انا بجوز ابقى شوي مشغول. انا بودي لك اياها مع ابراهيم. ابراهيم ابني بخليه يجيب لك اياها للبلد لباب الدار. يلا حبيبي يا كبير. سلامات. شفتك تتبوس في الكوبا امبارح. يعني الارض 5 سم يعني المقعد تاعها. وهم كيف بتريحوا؟ انا بعرفش. بتريحوا كل مكان طهر. بس احنا بدنا نعيش اللي اريح. بس اذا ضعيف الولد بصير يسحل منها. لا لا اذا مش ضعيف مليان ناصح. انا بعرف يا زلمه. 51 سم. 51 سم. اسمع اللي بدي اجيب لك وحده عريضه العرض تبعها 51 سم. هذيك ايش؟ هاي نفس الشيء. احسن شيء ما بك تعرض. لا يا زلمه اجين هيك ولا مالك قديش يعني اللي معك قديش عرضها؟ قديش عرضها؟ طب تقدر تعرف لي؟ اسمع انت قديش الفرق بين هاي وهاي؟ كم سم؟ 5 سم. 5 سم الفرق بين هاي وهاي. اجيب لك الاعرض ولا اللي اصغر؟ خلص ماشي. مصلحتنا الماديه نبيعك هذيك بس لمصلحه الشخص نبيعه هاي. فهمت علي. هاي اغلى علينا. هاي أغلى. نختلفش يا مطلع. سلامة خير. وين الحية راحة؟ تطلع الحية. وعلى الحية تنفقس. أنا براقب وعدتك تطلع من الكيس. لا وين تروح هذي؟ طب وين كيف بدي أحط لها ضوء؟ هاي بتيجي في البي أم معي ورا. في الصندوق. أوكي. ضبطة شوف. هاي بتتضبط هاي.
خليه يجربها قبل ما يمشي عليها، قبل ما يفك النايلون. يلا بقى. طب الحية شو بدي احط لها بقى؟ شو تحط لها؟ بدي احط لها بس انا اسمع شو الحوض اللي عندك؟ حوض خشب بس مش طوب. طلع علي بدي اشوف هيك بدها تيجي بس. سلام. هلا هلا هلا. هلا انا من طول كرم بس ساكن هنا. على راس والله ما شاء الله. الله يسعدك. يعطيك الف عافيه. سلامات. اوكي تصوير. احنا وسط المدينه المناره رام الله. شايفين دائما عندنا عزمه وناس المنارة. شو مال اولادك؟ شو اقول؟ اولادي بحبوك ودائما متابعينك وبدهم اياك تسلم عليهم. السلام عليكم ورحمه الله، كيف حالكم يا اولاد؟ ان شاء الله مبسوطين. شو اسمائهم؟ البنت اول شيء نور. كيف حالك يا نور؟ ان شاء الله مبسوطه. الله يخليك. وجهاد. وكيف حالك يا جهاد؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله مبسوط، انا بحبك. واكثر شيء مهند. ويا مهند انت اكثر واحد بحبك فيهم كلهم. وجود وجود وجاد برضو بحبكم وانتو حبايبي. على راسي يا عم جمال. ما شاء الله اولادك كثار. يسلموا يا غالي. الله يخلي لك اياهم. جبت لي قهوه. يسلموا ايديك. خذ شو بدك. امسك. بطلع معك لفه. وين بتطلع معي لفه؟ وين مكان؟ عوين سبرد، احنا هسه بنطلعش. طيب ليوم وين انت؟ خذ هاي غلبك. ان شاء الله على الصيف. على الصيف.